نعم يا موسى. واش الله فامي، صباح الخير عليكم. المهم درت في انستغرام هذا الفلوق، هذا غيجي غير بارازار. علاش؟ حيت المهم هذا ليبي كتريني معايا، وحتى هو عنده فايت بحالي بحالو نفس النهار، وان شاء الله نربحو بجوج. و صراحه هذا الفلوق هذا جا غير على غفله. علاش؟ حيت انا درتها في انستغرام، قلت واش ندير فلوق ولا لا، قالوا لي ندير فلوق، يعني غيكون فلوق على غفله، ما عرفتش كيفاش يدير كيفاش دير زعما. ولكن هاد البلاصه زوينه بزاف، نحاول انني نعرفكم على الحوايج اللي كاينين هنا، ونحاول نعيشكم معايا هاد البلان هذا، حيت بلان زوين الصراحه. كاين واحد الجو زوين بزاف، الجو اللي كتفتاق له شحال كاين هنا. شوف دابا داك السطال كيعمر ناري، غندخل يلا نون رايح، يلا الحين الموج هي بتوصلنا وين مريض. الله يقوي من مشاهد. والله اكس ماشي كويس. شوف 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 راح المره من هنا. يلا 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 شوف 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 يلا 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 هادشي شتو عليك جرب. انت في المي وهز معك مي؟ انت في المي وماسك مي؟ اشرب من هون. شوف 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 بعد 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 شوف 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 ما تجي زعم من شي واحد. يلا نغير الموتور عادي، اركب البنتلي اركب. هاي بوس، هاو ار يو جود؟ بس عليك اركب مرسيدس اركب. لا نركب، انا ما انا ترى مش باغي نركب، باغي نمشي.
صورني شوف حتى اوبا لازم اخويا تعال ننزل تحت المقطع واحد اثنين قال لي ناعس افلم ما فهمتش خفش شكون تخرج هذوك كامل اللي كيخرجوا مغاربه في الشيشه فهمت وراك عيو عرفتني كنصور فيها هادي راه مشكلة شي راه الماء هنايا وباقا كتسير باقا كتسير يلا غادي نطلع دابا والله موت موتو كاملين جاهز اخويا ولا جاهز ولا على قاعد اتصور الكاميرا صورني انا جاي جاهز جاهز بس هذا المطلوب مري مري من العلوم ما تخاف بس راح نموت ما راح يصير هاي هوب وين وين في اي مكان عاوز ما في بعدهم ها لا في النهاية بيطلعوك بيطلعوا كل واحد بروحه يس 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 بس صراحة جالس هاد الجلسة واعر شباب كيف اموركم كيف صحتكم ان شاء الله طيبين والله هنا قاعد انزل في ياسوتر وولد وصراحة الجو سخون شوية وموسى خلي انه يمشي بده يمشي عم في المية الغارقة فهي تعالوا معي نمشي نشوفوا المية اللي تمشي المية الغارقة شنو عامل موسى هذه المية الغارقة موسى لا راح تبعثوني في الهيدروب لا
أو تو نزلهم على إن فلاش ميموري وكان عطيك فلاش. لا لا. إيه خرجنا من أقوى بارك ديال أبو ظبي. أوه. اليوم مزيان على آخر كان. يوم ما بغينا نرتاح ولينا مترينين في خاط. زعما خدمنا الساقين فهمت؟ خدمنا بال بال بال. المهم البلان ها هو. على تكفي الحال. حنا خرجنا سالينا. وليك تي أول مرة كتشوف هاد الفيديو هذا دير لايك سبسكرايب ما تنساش. أوس. Thanks.